صباح عليكم بالخير. صباح الخير والتوفيق دائما للكل. في هذه الفقرة نتحدث عن وزارة الشباب، كل الإنجازات اللي لها علاقة بتمكين وخلق فرص للحياة حقيقة والعمل والطموح والإنجاز والفكر والثقافة للشباب، هذا كله معنية في وزارة الشباب. كان في فعاليات وأنشطة وإنجازات كثيرة لوزارة الشباب في العام 2016، ولا زال الطموح مستمرا وهناك عمل على قدم وساق أيضا لتطوير كل هذه البرامج وإيصالها بالشكل الأمثل للشباب والشابات. يسرنا هذا الصباح أنه نحكي عن واقع وزارة الشباب في العام الماضي وأيضا الطموح في العام اللي نحن فيه وبداياته مع الأستاذ صدام الخوالدة وهو الناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. كل عام وأنتم بألف خير. يسعدك، كنت بخير إن شاء الله. يعني عام من قضى على هالوزارة، هاي الوزارة أعتقد أنه مسؤوليتها كتير كبيرة، هي عم تتعامل مع فئة من أكثر الفئات نشاطا وحيوية وحماسا، وهي الفئة اللي رح تكون قادة البلد يعني في كل المجالات، وهي الفئة الأكبر بالمجتمع، وهي الفئة الأكبر، نحن مجتمع فتي كما يقولون. تحكي لنا عن بعض ملامح عملكم في العام 2016، ماذا كان الإنجاز الذي سجل لوزارة الشباب؟ ستي، أولا شكرا لكم لبرنامجكم الجديد المهتم دائما بقضايا الشباب وقضايا دور الوزارات في تمكين وزارة الشباب في تمكين الشباب الأردني. بطبيعة الحال الكل يعلم أنه الوزارة عمرها أقل من عام، لأنه احنا وزارة الشباب عادت في تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى في شهر 6 الماضي، كانت المجلس الأعلى للشباب، كانت المجلس الأعلى للشباب، وهي كانت صارت بإرادة ملكية سامية أنها نريد أن تكون المظلة الرسمية للشباب الأردني وتكون حاضنة للشباب الأردني، لأن هذا القطاع كما جاء في التكليف الملكي السامي أنذاك فقد بعض الرعاية المطلوبة من أجل أن يكون صوتهم مسموع دائما في مجلس الدولة التنفيذي، ويكون أيضا لديهم من يدافع عن قضاياهم عندما يكون هناك وزير، يكون يعني إعطاء الشباب أكبر قدر من الاهتمام والرعاية. بالتأكيد العودة جاءت بملامح جديدة وخطة للتغيير والتطوير الإيجابي. بطبيعة الحال معالي وزير الشباب رامي وركات قاد هذا النهج منذ عودة الوزارة، نهج التغيير والتطوير الإيجابي، نهج الإصلاح الإداري. هناك بات هيكلة جديدة لوزارة الشباب، تقليص عدد المديريات الكبيرة، يعني الخطة الإدارية الجديدة تقوم على توحيد المرجعيات من أجل عمل أكبر وبرامج هادفة أكثر. من يعني أعمالنا والمنجزات في العام القادم، الكل يدرك استضافة الأردن لكأس العالم للسيدات، ووزارة الشباب كما تعلمين معظم المنشآت التي استضافت هذا الحدث العالمي كانت لوزارة الشباب. وأريد أن أوجه رسالة شكر لكل زملائنا العاملين في وزارة الشباب الذين أوصلوا هذه المنشآت إلى المرحلة التي استطاعت أن تستضيف هذا الحدث العالمي، وأنت والكل يعلم أن معايير استضافة بطولة عالمية بهذا النوع وهذا الحجم، يعني معايير خبراء الفيفا كانوا عندما يراجعون الأردن ويزورون يطلبون معايير كثيرة من أجل أن تطبق الأردن، وزملائنا وقواد الوزارة قامت بجهد عظيم من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي، فالحمد لله كانت جهد كبير خلال الثلاث أشهر الماضية التي سبقت وخلال السنتين الماضيتين، لأن الإنجاز بدأ كان في تنظيم والتجهيز منذ وعلى زمن وعلى مستوى له علاقة بالمعايير العالمية. طبعاً طبعاً، يعني إحنا أول دولة عربية تستضيف حدث عالمي بهذا الحجم، وحتى يعني حتى اللي كانوا مسؤولين عن هذه الفعالية الرياضية قالوا إنه إحنا حتى عم نأسس من خلال هذا الحدث لبرضو أحداث أكبر. هو الآن لدينا إرث كأس العالم، هذه المنشآت إرث للدولة الأردنية، للمنشآت بنية جاهزة يستفيد منها الشباب الأردني، ونحن نتطلع دائما ونوصل رسالتنا من خلال برنامجكم من خلال الإعلام إلى الأندية الأردنية التي نعتز ونفتخر فيها وجماهيرها العزيزة، للمحافظة على هذا الإرث، للمحافظة على هذه اللي كلفت واللي ممكن تستضيف أيضا فعاليات أكثر أهمية طبعًا إن شاء طبعًا. الله يعني بدي أضيف، أنا ما بدي أحكي عن جانب الرياض، لأنك كما تعلمين يعني الوزارة مسؤوليتها في تأمين المنشآت لشبابنا من أجل ممارسة الرياض، لكن الدور الأهم هو التمكين
الشبابي. المراقب للعمل وزارة الشباب بالأشهر الأخيرة يجد بعض الأنشطة النوعية الجديدة التي تطرحها وزارة الشباب مثل قضية ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة، هاي كلها برامج ودورات تدريبية وتأهيلية جديدة تمكينهم بالمهارات تدخل على وزارة الشباب. بطبيعة الحال كما أسلفت أن معالي الوزير قاد هذا النهج، نهج الانفتاح والتواصل مع الجهات المانحة والقطاع الخاص. لدينا كم جيد من الاتفاقيات مع هذه الجهات المانحة ومع بعض الجهات في القطاع الخاص من أجل أن نتشارك جميعا من أجل إيجاد حلول لمشاكل الشباب. فرص العمل الكل يدرك أن وزارة الشباب ليست يعني صاحبة الحل الوحيد لوحدها، لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة لوحدنا، هو مشروع للدولة ككل تتشارك فيه مؤسسات القطاع العام. بس أنتم قد تكونوا معنيين بتغيير الفكر باتجاه العمل الحر، العمل الريادي أكثر. من أجل ذلك نحن تأسيس فكر يعني الآن لدينا اتفاقية مع مركز تطوير الأعمال، وبدأت بتدريب هذه الاتفاقية مخرجات تدريب 1000 شاب وشابة على قضية ريادة الأعمال. وعندما نقول ريادة الأعمال نحن نؤسس لدى شبابنا أهمية الفكر بالعمل بالقطاع الفكر الاقتصادي الخاص، فكر تأسيس المشاريع الصغيرة. هذا الفكر يدفع الشاب الأردني أن يفكر دائما خارج الصندوق، الفكر غير التقليدي في إيجاد فرص عمل، وأن نكون دائما رهينة الوظائف القطاع العام التي ما زالت تستوعب. أستاذ صدام، بالفترة الأخيرة وبعد الأحداث المؤسفة في الكرك اللي راح ضحيتها شهداء للوطن وأبرياء، يعني الكل كان بيقول أنه علينا مسؤولية كبرى في أنه نخلي الشباب خارج منظومة ونطاق ودوائر الإرهاب والتطرف، وأنه هذا مرض أصبح ينتشر، وكلنا بجوز اعترفنا أنه هذا المرض أصبح منتشرا في قطاعات أهمها قطاعات الشباب. قديش وزارة الشباب معنية بهذا الموضوع كأولوية من أولوياتها في العام المقبل؟ ست الكريمة، على مدار الأشهر الماضية كان هناك مئات ورشات العمل ومئات اللقاءات الحوارية التي تحكي دائما عن رسالة الإسلام السمح، عن رسالة عمان، عن يعني دور الشباب في محاربة الفكر المتطرف. أيضا وزارة الشباب جزء من منظومة خطة استراتيجية تصنع الآن من خلال مؤسسات عدة في الدولة الأردنية، وسوف تكون وزارة الشباب طرف رئيسي في هذه الاستراتيجية لمحاربة التطرف من خلال مراكزنا الشبابية، من خلال منشآتنا الشبابية، من خلال كافة برامجنا. إن شاء الله سوف تكون وزارة الشباب لها بصمتها الخاصة، وفي خططنا القادمة لهذا العام 2017 سوف يكون لنا بصمة خاصة في تقديم نموذج شبابي نحارب فيه التطرف. وبالمناسبة كل برامج ومنهجية عمل وزارة الشباب، نحن عندما نملأ أوقات الفراغ عند الشباب نحارب التطرف، نحن عندما نحتوي الشاب المبدع نحارب التطرف. أريد أن أضيف شيء بسيط، وهي يعني حقيقة رؤية لمعالي الوزير، وأنا دائما أتحدث عن معالي الوزير لأنه بالفعل يعني أضاف شيئا من التجديد في وزارة الشباب كنهج إداري وفني وبرامج. يعني قضية الانفتاح الوزارة على الجهات المانحة هاي بحد ذاتها شيء كبير جدا، لأن الجهات المانحة تدعم عدة مؤسسات شبابية موجودة على الساحة الأردنية وتعمل. وزارة الشباب أرادت أن تنظم هذا العمل حتى ما يكون هناك أي ازدحام أو أي تبعثر لكل الجهود التي لكل من يريد يعني. لكل من يريد أن يدعم الشباب يجب أن يتوجه إلى وزارة الشباب اللي يصير هو المركز في دعم الشباب. نحن يعني وزارة الشباب المظلة الرسمية للشباب الأردني، وكل الجهات يجب أن تعمل بالتنسيق معنا. هذا الاندفاع الإيجابي لدى الشباب، مبادراتهم الكثيرة والعديدة، هذا اندفاع محمود وإيجابي، لكن بحاجة إلى تنظيم من أجل أن نصل إلى مناطق شبابية أكثر، لأنه تعلمي هناك مبادرات شبابية كلها تعمل في نفس المنطقة ومناطق أخرى لا يعمل فيها، وحتى في مبادرات متشابهة، يعني بحاجة الموضوع لغربة لأكثر. بدي أشير لنقطة كثير مهمة، إحنا لم يبقى لدينا وقت أستاذ صدام، لكن إحنا بنوعدكم بوزارة بس الشباب. بنقطة سريعة أنه سريع. أهم يعني حدث كان على صعيد عملنا في وزارة الشباب اللي هي تطوير المراكز الشبابية، واللي هاي الخطة أعلن عنها وبحمد الله تعالى أعلن يعني انتهت العمل فيها، وخلال عام 2017 سوف يكون هناك عمل على أرض الواقع
من لأن يعني وصلنا إلى معايير معينة يجب أن تكون مؤهلة للمركز الشبابي لكي يكون جاذب للشباب الأردني ومستقطب. هذا مهم، عدم التركيز على المحافظات والعاصمة بشكل مركزي، توزيعها إلى خارج حتى العاصمة والمحافظات الرئيسية. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ صدام الخوالدي، بنوعدكم أنه دائما ضلنا متابعين بيوم جديد لكم في عملكم في وزارة الشباب بمختلف فعالياتكم وأنشطتكم. إن شاء الله العام القادم يكون مثمر للجميع. شكرا جزيلا. شكرا. بعد فاصل الفقرة الأخيرة مع نسرين، خليكم معنا.